طيب دقيقة واحدة وهنستكمل مع بعض. تمام، طيب كده ممكن نستكمل مع بعض. طيب احنا شفناه المره اللي فاتت او شفنا في الجزء الاول ان احنا ازاي بنكلم السيرفر بتاعنا الخاص ب الريكوست اللي احنا عايزينه، وابتدينا بعتناه له الريكوست اللي هو كرييت باكيت، وان هو ازاي قدر يعمل باكيت وينفذها معانا ويشغلها عندنا. طيب حابين ان احنا نبص ونتاكد ان الفانكشن بتاعتنا شغاله بشكل سليم، تمام؟ فهنحاول نعمل ران تاني. المفروض ان احنا لو عملنا ران هيديني نفس النتيجه، ولكن اللي هيحصل غير كده. اللي هيحصل ان السيرفر عندنا هيضرب. ليه السيرفر عندنا هيضرب؟ لان الريكوست بتاع كرييت باكيت لو انا بعت له نفس الباكيت نيم مرتين هو هيروح ويطلب من الفورج سيرفر لو سمحت اعمل لي باكيت بنفس الاسم. وزي ما قلنا الباكيت نيم ده يونيك ايدنتيفاير، يعني ما بيتكررش حتى ما بين الابلكيشنز المختلفه. فلما انا قلت له لو سمحت نفس الباكيت اللي معانا دي مش شغاله او نفس الباكيت دي اوريدي موجوده، فهو هيرجع ان هاندلد ايرور او ريجكشن بخصوص الهاندلنج داون. طيب انا بقى هعمل ايه؟ هعمل ابتدي ان انا احط الكونتنت اللي احنا عملناها دي ما بين التراي والكاتش فريزز او الكاتش ايه بلوكس. ازاي؟ ده معناه ان اي كود هيشتغل جوه الجزء ده، تمام، الجافا سكريبت لو لقت جواه ايرور فهتبتدي تنفذ الايه الجزء الثاني اللي معانا اللي هو موجود هنا، تمام. طيب هنحط ايه جوه الكاتش ده؟ هنقول له ان ايه ابتدي اعمل لي ريسبونس معين جوه خاص بالايرور دوت. ايه الريسبونس اللي احنا عايزينه هنا؟ لو سمحت لو الايرور ستيتس كود بتاعنا، الايرور ده هو اللي جاي لي من البلوك دي، لو الايرور كود ده اسمه 409 وده ماجيك نمبر، يعني ده رقم احنا عارفين ان الفورج سيرفيس لما بتلاقي ان الباكيت اوريدي اكزيست بترجعه لي كستيتس كود، تمام. الطبيعي ان احنا لما بنفذ حاجه عاديه والستاتس كود الريتيرن بتاعي بيكون اللي هو ال 200 او اللي هو ايه اوكي، تمام. 404 معناها ان الريكوست ده هو مش عارف الباث بتاعه، 409 هنا في حالتنا معناها ان الباكت دي اوريدي اكزيست. فطب هتعمل ايه؟ لو سمحت بقى روح لنفس الباكت اي بي اي تاني وهات الديتيلز بتاعت الباكت ديت واعمل ريتيرن لنفس الباكت ديتيلز دي. طيب تعالوا بقى نتست كده مره ثالثه اللي المفروض ان هو هيديني ايرور، تمام. لو انا نفذت نفس الكوماند تاني هيعمل ايه؟ هو اوتوماتيك هيدخل جوه الجزء اللي عندي هنا وهيبتدي يريتيرن الهاندل. طبعا انا الغلطه اللي انا عملتها ان انا ما عملتش ريستارت للسيرفر، تمام، فهيرجع هنا يزعل تاني كده بيقول لي ايه كونكشن واز ريسيت. فهقول له دلوقتي طب اعمل لي بقى الريكوست ده مره كمان، تمام. زي ما احنا شايفين الريكوست غالبا انا دلوقتي ايه انا في ايرور انا كتبته له وقلت له ان لو سمحت الايه التراي والكاتش دي انا ما قفلتهاش بصوره مظبوطه، تمام، وانا نسيت كيرلي براكت. يا سلام، جميل قوي. دي برضو طبعا من الحاجات السعيده جدا اللي الجافا سكريبت بيعملها معايا، تمام، ومع اي حد ديفلوبر بتاعه، ان هو مش يعني ديسكريبتيف قوي لما بتحصل معاه
حاله من او النوع ده من المشاكل، مجرد ان احنا بندخل معاه وبنبتدي نحاول نفهم ازاي نحل المشكله دي. هو لسه زعلان معايا، ليه زعلان معايا؟ وقال لي برضو unhandled، مش عارف يلاقيه. تمام، باكيت اي بي اي از نوت ديفايند. ليه؟ من الباكيت اي بي اي اهو حضرتك موجود. هقول لك ليه، لان انا خدت الامر بتاع الايه الباكيت ده ولازم اعرفه قبل التراي، لان انا التراي عندي تعتبر بلوك. وانس ان البلوك ده اتقفل، اي كونتنت جوه البلوك ده الميموري مانجمنت بتاعه الجافا سكريبت بتموته. تمام، فاحنا للمره ان شاء الله الرابعه تشتغل بقى معانا. لا والله برضو حزين مني وقال لي انا ايه، انا زعلان. ليه زعلان؟ علشان ما عنديش unhandled promise. طب ليه يا استاذنا عندك unhandled promise؟ طيب معلش، خلينا بقى ايه نعمل clear للكونسول كده. تمام، نعمل restart للسامبل مع بعض. تمام، ونقول له طيب هنا كده. تمام، اوكي else return. تمام كده، ونقول له reset، ونروح نطلب الباكت دي ونشوف بقى الايرور اللي ظهر معانا. الايرور ده موجود في انهي لاين؟ موجود في لاين 19، باكت اي بي اي از نوت ديفايند. ليه بس نوت ديفايند؟ ما احنا عاملين له ديفايننج اهو، احنا مش عاملين له ديفاين. هل احنا الباكت اي بي اي ده احنا ما عرفناهوش؟ لا احنا عرفنا. انا اسف، انا الراوتر موجود معانا، محتاج انا اسف خالص، لان انا عملت ايه دلوقتي، انا غلطت اصلا. كل اللي احنا كتبناه مع بعض في الحته ديت ما كانش المفروض نكتبه جوه الايه، جوه الامر بتاع كرييت باكيت، كان المفروض نكتبه جوه الموديل نفسه. بعتذر، لان احنا المفروض هنا ان احنا نيجي بقى جوه الجزء بتاع الباكيت ده. شفتوا بقى احنا ايه واحنا شغالين جوه الجافا سكريبت لازم نبقى احنا ايه يعني في قمه الانتباه معاه، والا يزعل مننا ويحزن ويبقى مش مبسوط. طيب فاحنا هنا هناخد بقى الكود بتاعنا زي ما قلنا، اللي هو الكريدنشال والباكيت، وهنعمل ريتيرن والكاتش بتاعنا، وهنعمل ريستارت بقى للسيرفر المره دي. وهنعتذر له الاول لان الابلكيشنز دي حساسه، تمام، وشخصيتها مسيطره، ولو احنا يعني ايه ما ابديناش يعني اعتذارنا الكافي دي مش هيرضى يشتغل. بس هو الحمد لله قبل اعتذارنا اهو واشتغل، وادانا الباكت ديتيلز حتى والباكت دي موجوده، لان هو اللي حصل ان هو الامر بتاع الكرييت باكت لما اشتغل ولقى ان الباكت ديت موجوده، الكاتش بتاعنا اتاكدت ان الايرور ده معناه ان الباكت موجوده تاني، ورجعت للباكت اي بي اي عملت هاندلنج للاكسبشن او الايرور اللي حصل عندنا، وراحت تاني تقول له ايه جيت باكت ديتيلز، وجابت الباكت ديتيلز بشكل مباشر وعملت له ريتيرن. تمام كده، يبقى احنا كده عندنا الايه الباكت ديتيلز، قدرنا ان احنا ننفذها ونعملها وترن معانا، وفي المرتين اللي احنا عملنا لها رن قدر ان هو يشتغل معانا بشكل مظبوط. تمام، هل في اي اسئله معانا لحد دلوقتي؟ محتاجين نسال اي حاجه؟ اللي حابب ممكن يعمل ريزنج للهاند، ممكن يفتح الايه او يكتب على الشات او اللي هو عايزه. طب تمام كده، اللي معايا متابعين؟ تمام يا استاذ مع حضرتك. عظيم، طيب حلو، هنستكمل مع بعض الفانكشنز بقى اللي بعديها. الفانكشن دي ان احنا هنعمل ابلود لملف جوه الموديول معانا او جوه السيرفر معانا،
للباكت دي، الموديل هنسميه سامبل، تمام. وده فولدر هنحطه جوه الايه، جوه الفانكشن كده من بره. معلش حضرتك انت ايه، ايوه هنا اهو، ار يو شور؟ يس موف حضرتك. وكده بقى عندنا فولدر جديد اسمه سامبل، تمام. والسامبل دوت احنا هنروح ل هنقول له لو سمحت اعمل لي هات اوتوكاد سامبل، تمام. انا عايز اي دي دبليو جي اوتوديسك نوليدج نتورك فيها عدد من السامبل فايلز. هنختار السامبل فايل اللي شكله ده اللطيف اللي هينزل معانا، وهنقول له شكرا، وهنروح للفولدر بتاع الداونلودز، تمام. وهنلاقي عندنا الاركتكتشرال موديل دوت، انا اهو عملت له داونلود، هعمل له كوبي، تمام. وهرجع للفولدر اللي احنا كنا موجودين فيه اللي هو في البروجكتس فورج لابز، وهدخل على الفولدر اللي هو سامبل واقول له بيست للفايل دوت، وهسميه الفايل ده باسم سامبل، تمام. عشان ايه نبسط شويه، يبقى انا هنا عملت ايه، انا هنا جوه الابلكيشن عندي عملت فايل، والفايل دوت عباره عن دي دبليو جي فايل احنا عملنا له داونلود من الويب سايت بتاعت اوتوديسك. طبعا انت تقدر تعمل اي دي دبليو جي او ريفت فايل عندك، ولكن دايما الدي دبليو جي بيبقى اسرع في البروسيسنج من الايه، من الريفت فايل، تمام. ولكن الفورج سيرفيس بتقدر تقرا ار في تي فايلز، بتقدر تقرا NWC و NWD files، بتقدر تقرا 3DS، بتقدر تقرا DWG، بتقرا AXM اللي هي الملفات بتاعت format، بتقدر تقرا DGN الملفات بتاعت المايكرو ستيشن، SKP ملفات SketchUp. كل دي بينفع الفورج سيرفيس ان هي تقراها، هو تقريبا نفس الفايل فورمات سبورت اللي موجود معانا جوه جوه البين 360 هو نفسه. ليه؟ لان البين 360 بتعتمد على الفورج اللي احنا بنكتبه دلوقتي مع بعض كود زيه بالظبط، في ان هو يقرا الكونتنت بتاعه الفايلز ويقرا المحتويات بتاعتها. طيب هنيجي هنا جوه الفورج او اس اس اوبجكت معانا، او اللي هو جوه الموديل اللي هو الاوبن او اللي هو الاو اس اس اللي هو الستورج سيرفيس، تمام، اوبجكت ستورج سيرفيس. وهنقول له لو سمحت اعمل لي بقى اوبجكت جديد اسمه ابلود بنفس الشكل كده، احنا قلنا ايه اسينك فانكشن، هياخد الباكت كي والفايل نيم والفايل باث، هيعمل بيهم ايه؟ هيعمل بالاوثنتيكيشن اللي احنا اشتغلنا عليه، بدل ما هيبتدي يفتح الباكت اي بي اي هيفتح الاوبجكت اي بي اي. اي فايل موجود جوه الباكت بالنسبه للفورج عباره عن اوبجكت، تمام. فيبقى هو احنا هنا هنعمل ايه، هنبني الاوبجكت اي بي اي اللي بتابلود جوه الباكت، جوه الفورج باكت، تمام. طيب عندنا فايل اوبجكت تاني، وعندنا اوبجكت تاني جاي من النود جي اس اسمه اف اس او فايل سيستم، تمام. ده شغلته ايه؟ شغلته ان هو هيعمل ريد للفايل اللي احنا حاطينه في السامبل، تمام. اللي جاي منين؟ من جاي من الباث، تمام. فيبقى هو هياخد الايه الفايل باث دوت اللي جاي عندنا بالمناسبه من الكونفج، تمام، اللي احنا هنديهوله من الكونفج. فيبقى اول حاجه هيطلب الكريدنشلز، ثاني حاجه هيقرا الفايل كونتنتس من خلال ان هو هيروح للفايل سيستم ويروح لفانكشن عنده اسمها بروميسز ريد فايل. ده اللي اشتغله نود قبل كده، ده الموديل الجديد بتاع الفايل سيستم اللي بيعتمد على البروميسز، فبيقدر ان هو يستنى الاف اس ان هي تقرا الفايل وترجع له الكونتنت كلها قبل ما يكمل الفانكشن اللي بعدها. الطريقه القديمه اللي جوه الاف اس كانت بتعتمد على الكول باكس، وهو ان هو يديله فانكشن ويقول له لو سمحت لما تخلص قرايه الفايل ده نفذ الفانكشن دي، نفس الطريقه اللي احنا شفناها في اول المحاضره معانا. الفايل كونتنت احنا كده قريناها. الاوبجكت العمليه الثالثه او الاوبشن الثالث هو ان انا هكلم الباكت اوبجكت وهروح للباكت اي بي اي واقول له لو سمحت ابلود الاوبجكت في الكي والفايل نيم والكونتنت لينث، يعني انا لازم اقول له السايز بتاع الكونتنت دي واديله الكونتنت بتاعته، دول اثنين بارامترز الريكوايرد معانا، تمام. وبرضه اديله الفورج اوث اللي هو الكلاس نفسها بتاعت الاوثنتيكيشن والكريدنشلز او الديتيلز اللي احنا ايه
الديتيلز اللي احنا خدناها من الفانكشن دي تمام، واعمل لي ريتيرن للريزلت اللي جاي من الفانكشن ديت اللي هي الباكيت اوبجكت تمام. هنعمل سيف تمام، وندخل على ان احنا نعمل ايه دلوقتي. هنعمل مع بعض هنعمل مع بعض راوت علشان الراوت دوت يقدر ان هو ايه يبتدي يستقبل الريكوست بتاعنا ويبتدي يستقبل الايه الريكوست بتاع الابلود تمام. طيب انا هنا هحتاج الفاريبل اللي اسمه باث، هاخده برضو اطلعه فوق مع الجلوبال او مش الجلوبال بقى اللي هي الكلاس فاريبلز اللي موجوده عندي جوه السامبل دوت جي اس ديت تمام. وهبتدي اشوف الفانكشن بقى معايا اللي هترد على امر البوست لما اقول لها لو سمحتي ابلود الاوبجكت دوت، فتبتدي ان هي تروح تجيب نفس الباكت نيم بنفس الطريقه اللي احنا طلبناها منها في الاول، تجيب الفايل نيم بنفس الطريقه اللي هي في الكونفج سامبل، تجيب اسم الفايل من السامبل دوت هنا اهو اللي هو الفايل نيم ده تمام، وتجيب الفايل باث من خلال ان هي تجيب اللوكيشن اللي السيرفر دي موجوده فيه اللي هو ايه اللي هو سي بروجيكتس فورج داش لاب تمام. وبعدين تروح تاخد الايه الفاريبل اللي هو كونفج سامبل فايل باث والفايل نيم تجمعهم مع بعض تمام. طيب احنا هنا بالمناسبه ليه انا بقول له حط التو دوتس، التو دوتس دي يعني بيعلى ليفل في الفايل سيستم الفايل هيراركي، لان الداير نيم ده والدايركتري نيم ده مش هيبقى الروت بتاع الفورج لاب، ده اكشلي هيبقى الفولدر اللي هو راوتس، لان الابلكيشن اللي هو سامبل ده موجود جوه ايه جوه راوتس تمام. وبعدين هيروح يكلم الموديل اللي عندنا اللي هو او اس اس اللي شغلته ان هو هيابلود الاوبجكت ويديله البارامترز بتاعته ويريتيرن الريزلتس بتاعتي تمام. وهنا هقول له سيف تمام. بكده ابقى انا جهزت الامر الثاني بتاعي اللي هو الخاص بالايه بابلودنج اوبجكتس تمام. هروح على الكوماند لاين مره ثانيه تمام، واعمل بيست سي يو ار ال داش اكس بوست، ده معناه ان انا لو سمحت روح اطلب اليو ار ال دوت او اطلب اللوكيشن دوت بس، وانت بتقول له لو سمحت ايه اللوكيشن ده مش تعمله جيت اعمله بوست تمام. فسامبل ابلود اوبجكت هقول له انتر، وهيرفض طبعا لان انا ما عملتش رن للابلكيشن. هعمل له ستارت ديباجنج مره ثانيه وانفذ الامر مره ثانيه، وهنلاقي عندنا هنا ان هو عمل ريتيرن للريزلت بتاعه الابلود فانكشن اللي هي فيها الباكت كي دوت الاوبجكت اي دي، وزي ما احنا شايفين هنا في عندي اي دي كبير ومهم، ده المكان اللي الملف سامبل دوت دي دبليو جي ده اتعمل له ابلود فيه جوه الاوتو ديسك اوبجكتس سيرفيس تمام. وهرجع الاوبجكت ده او اللوكيشن ده استعمله في الفانكشن اللي جاي او استعمله في الجزء اللي جاي من الكود معانا تمام. طيب هبتدي اخلي السيرفر عندي يعمل حاجه جديده احنا ما عملناهاش قبل كده، هي ان هو يعمل ترانسليت للفايل بتاعي مش في من الفايل فورمات اللي احنا عملنا له ابلود اللي هو دي دبليو جي، ويبتدي ان هو يعمل التحويل للفايل ده لصيغه عندنا في السيستم اسمها الاس في اف. طيب ايه هي الاس في اف ديت؟ الاس في اف ده هو الفايل فورمات اللي الفورج فيور بيقدر يقراه. الفورج فيور ده اللي هنبص عليه في الجزء الاخير معانا النهارده في الكود بتاعنا، والهدف منه ان هو ياخد الكونتنت بتاعه الفايل دوت ويعرضها جوه البراوزر تمام. طيب يبقى احنا كده عندنا الكود اللي احنا هنبتدي ان هو ننفذه جوه ما يسمى بالموديل ديريفاتيف اي بي اي او الموديل ديريفاتيف موديل تمام. طيب الموديل ديريفاتيف زي ما قلنا شغلته ان هو ياخد الايه الاوبجكت ده ويعمل له كونفرت تمام، او يعمل له ترانسليت من الفايل فورمات الاصلي بتاعه اللي هو دي دبليو جي ويحوله لاس في اف. طيب العمليه ديت او اللي هو زي ما عندنا هنا الاس في اف. طيب العمليه دي والطريقه ديت جوه الفورج سيرفيسز عباره عن اي سينكرونس سيرفيس في حد ذاتها، يعني انا بروح اكلم الفورج اي بي اي مره الاول
اقول له لو سمحت ابتدي اعمل ترانسليشن للفايل دوت بالفانكشن بتاعنا او بالكود دوت. شغلته ايه؟ ان هو بياخد الاوبجكت نيم، لو تفتكروا الاوبجكت نيم ده اللي هو موجود عندنا هنا او اللي هو الاوبجكت اي دي ده، تمام، ويبتدي ينفذ عليه بقى الاوامر بان هو يفتح الديريفاتيف اي بي اي، يعمل اوثنتيكيشن، يبتدي يعمل ما يسمى بالبوست جوب. البوست جوب ده عباره عن اوبجكت، تمام، الاوبجكت دوت جاي اسمه جوب بايلود، تمام، جواه بايلود انبوت، الانبوت دوت بيبقى جواه اليو ار ان اللي فيها البيز 64 اللي جايه من الاوبجكت نيم ده، يعني الاوبجكت نيم ده بيبقى بصيغه معينه وانا لازم احوله لما يسمى بالبيز 64 فورمات. ده الفورمات الوحيده اللي بتقراها الفانكشن ديت بشكل صحيح، تمام. والاوتبوت هتقول له لو سمحت الاوتبوت اللي احنا منتظرينه منك هو عباره عن فايل نوعه اس في اف، ولو عندك 2 دي اعمل له ترانسليت، لو عندك 3 دي اعمل له ترانسليت، تمام. طيب وبعد ما الاوبجكت ده اللي هو البوست جوب ده يبقى جاهز عندي، فهبتدي ان انا انفذ عمليه الترانسليت دي بالايه؟ بالاوبجكت دوت وبالتفاصيل العاديه بتاعتي، تمام. لحد كده ده الجزء الاولاني بتاع الترانسليشن. الجزء الثاني هو ان انا هروح وبشكل متكرر جوه الايه؟ متكرر عندي جوه الفورج سيرفيس، واقول له لو سمحت هل الفايل اللي بالاوبجكت نيم ده اتحول معانا واترجم بشكل كامل ولا لا، تمام. فانا هدخل في الديريفاتيف اي بي اي سيرفيس وبرضه هعمل نفس الحركه ان انا اخد الاوبجكت نيم اللي جاي لي ده واحوله لبيز 64، وبعدين ابتدي ان انا اروح اجيب الداتا بتاعه الديريفاتيف اي بي اي واقول له هات الريزلت بتاع الترانسليشن. الريزلت بتاع الترانسليشن ده اسمه المانيفست، زي ما احنا شايفين هنا. ده برضه بعض التفاصيل اللي ممكن تقراها من جوه الفورج اي بي ايز او من جوه الفورج سيرفيس جوه الفورج بتاعنا. طيب يبقى انا عندي اليو ار ان او اللي هو اليونيفورم ريسورس نيم تقريبا او اللوكيشن ريسورس نيم ده او اليونيفرسال ريسورس نيم، انا مش متاكد قوي. فعندنا اليو ار ان دوت هو ده اللي ببعته له اللي هو عباره عن الاوبجكت نيم ومتحول للبيس 64، تمام، وكل شويه هيرجع لي المانيفست او هيرجع لي الستيتس بتاعت الكونفرجن، وانا هرجع اقراها جوه الايه؟ جوه الفانكشن بتاعه السامبل بتاعي، تمام. طيب تو بيز 64 ده مش فانكشن موجوده جوه الجافا سكريبت بالمناسبه، دي فانكشن انا بعرفها جوه السترنج اوبجكت او جوه السترنج كلاس، تمام، ولكن هي فانكشن نسبيا بسيطه، تمام. فانا بس بعرفها له جوه الكلاس ديت ان لو سمحت لما اي حد يكلم اي سترنج والسترنج دوت يطلب منه ان هو يحوله لبيز 64 فنفذ الكوماند ده معايا. وطبعا دي واحده من الطرق اللي موجوده او يعني دي واحده من اهم المزايا اللي جوه الجافا سكريبت، وفي نفس الوقت واحده من اكثر الحاجات اللي بتلخبط الناس، ان الانهيرتنس او عمليه الاوبجكت موديل في الجافا سكريبت عباره عن بروتوتايب بيزد، ودي يمكن مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه جوه السي بلس بلس وجوه السي شارب والجافا واللغات الاوبجكت اورينتد اللي هي المعتاده يعني، تمام. لان الجافا سكريبت ما تعتبرش كومبايلد لانجوج، فالكومبايلد او الدايناميك لانجوجز اللي من النوع ده بتقدر ان هي ايه تعمل دايناميك اوفررايد لحتى الاوبجكتس الرئيسيه او اللي موجوده عندنا جوه الايه جوه الجافا سكريبت نفسها. فاحنا استعملنا الفانكشن دي في ان احنا اي حد يروح يكلم السترنج لو سمحت الفانكشن دي دلوقتي بقت موجوده جوه الايه؟ جوه السترنج كلوز، تمام؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا السيرفيس عندنا اللي هي الخاصه بالموديل ديريفاتيف، وقلنا ازاي هنطلب منها عمليه الترانسليشن وازاي هنعمل منها عمليه الريدنج للمانيفست. نيجي بقى للجزء الثاني بتاعنا وهو ان احنا نطلب الكود ده من الايه؟ من الموديل بتاعنا. طيب بالمناسبه الطريقه اللي انا بستعملها هنا في عمليه الكود رايتنج ليها علاقه شويه بالسيبريشن ما بين الانترست او الكونسيرنز جوه البرامج عندنا. عمليه السيبريشن ديت الهدف منها ان انا الجزء الخاص يعني ان الفايل عندي يبقى مهتم بعمليه واحده او بفكره واحده. لو انا عندي كود بيروح يكلم الداتابيس فانا يفضل ان انا احط الكود الخاص بالداتابيس اكسس
في كلاس لوحدها او في عدد من الكلاسز مفصوله عن بقيه الكود، بحيث ان انا لما احب اغير في الكونتنت بتاعي او اغير في الداتابيس انجن مثلا، اقدر اروح اغير الفايلز دي بس والباقي معمول له ابستراكشن، يعني هو مش شايف ايه اللي بيحصل جوه الكلاس دي او جوه الفانكشن دي. تمام، هنا احنا بنعمل نفس الفكره، اي كوميونيكيشن بيتم ما بين الابلكيشن بتاعي والفورج اي بي ايز الاس دي كي حاططها في المودلز، اي كود بيرسبوند للريكوست اللي اليوزر بيطلبه منه حطه عندي في الراوتس. تمام، وده اقرب للام في سي موديل اللي هو الموديل فيو كنترولر، فاحنا نقدر نعتبر ان الراوتس دي عندنا تعتبر كنترولرز. تمام، نضال raised his hand، اتفضل يا سيد نضال. ممكن نقول له ask to mute، اتفضل يا فندم. هل جاي له ال ask to mute؟ ومفتوح عند الناس، اي حد عايز يعمل اميوت يقدر. اوكي طيب، اعتقد هو ما عملش اميوت، خلاص ممكن نكمل ولو هو حابب يسال يتفضل. طيب احنا قلنا هنا ان احنا عندنا الموديل اللي احنا اعتمدنا عليه اقرب ما يكون الام في سي موديل او اللي هو الموديل فيو كنترولر، ودي واحده من يعني المودلز المشهوره قوي في عالم الكمبيوتر النهارده، ويعني بتساعد على تنظيم كتابه الكود وتنظيم الابلكيشنز، وده مش معتمد بس على الايه على الكود بيس بتاعنا، او يعني مش بس جوه الجافا سكريبت، لا تقريبا كل اللغات الكومن دلوقتي بتعمل سبورت بشكل او باخر للام في سي موديل يعني. تمام، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعتمد على ستاندرايزد ميثود او ستاندرايزد موديل علشان نسهل بعد كده ان احنا ازاي بنقرا الكود بتاعنا وازاي ان احنا بنقدر ان احنا نعمل ايه الكونفيجريشن كمان بتاعنا. تمام، طيب دلوقتي احنا عندنا زي ما عملنا عمليه الابلود، هنبتدي نعمل الريكوست اللي بعده اللي هي اوبجكت ترانسليت، والريكوست بتاع هل الاوبجكت عندنا ترانسليتد ولا لا. تمام، فهنعمل الاوبجكت ترانسليت من خلال امر بوست، وده جزء من الستاندرد بالمناسبه بتاع الاتش تي تي بي، يعني انا اي حاجه هتعني تغيير هيحصل على السيرفر سايد، زي مثلا ان انا اغير اليوزر نيم والباسورد بتاعتي، زي ان انا اعمل بوست جديد على الفيسبوك، زي ان انا اعمل ابلود لفايل، فالطريقه الستاندرد اللي السيرفر بيستقبل بيها الريكوست ده من خلال ان انا بكلمه على يو ار ال معين، وبقول له ان اليو ار ال ده هيبقى بوست يو ار ال، مش هيبقى جيت يو ار ال. تمام، انما انا لو بقرا معلومه فبستعمل معايا الايه الجيت يو ار ال. بالمناسبه وعندي كمان اوامر ثانيه زي البوت والديليت، يعني لو انا عايز اشيل ريسورس او عايز اشيل معلومه جوه السيرفر بتاعي، فانا المفروض ان انا اروح اكلم نفس المكان اللي بيعرفني الاوبجكت ده موجود فين جوه السيرفر، واعمل للامر ده يعني اخلي الامر ده ديليت. تمام، احنا غالبا مش هنعتمد على الكلام ده معانا النهارده اكتر من اوامر البوست والجيت. طيب امر البوست الاولاني بتاعنا هيبتدي ان هو يعرف باكيت كي، لو تفتكروا الباكيت كي موجود معانا هنا في الاوبجكت اي دي. تمام، ولكن احنا هنا هنعتمد على تقريبا نفس الكود اللي هو موجود معانا هنا اللي هو بيبتدي بيو ار ان، والكود بتاعنا يو ار ان اي ديسك اوبجكتس او اس اوبجكت، وبياخد الباكيت كي سلاش فايل نيم. تمام، فيبقى احنا بالشكل دوت قدرنا ان احنا نجيب الباكيت كي معانا. تمام، ناخد الباكيت كي، ناخد الفايل نيم، ونعمل كونستراكت للاوبجكت اي دي من الديتيلز ده. ده هيخلينا بس كل الفكره ان احنا ما نعتمدش على الريزلت اللي بترجع لي من الكوماند بتاع الابلود دوت، فان انا ايه؟ فان انا اعرف مكان الاوبجكت، انا بما ان انا عندي sufficient details هقدر ان انا اعمل ايه؟ كرييت للاوبجكت اي دي ده من static او يعني من الكونفجريشن كود اللي عندي.
تمام. طبعا في خلال البرودكشن هيبقى الابلكيشن عندي بينفذ الاوامر دي بالتتابع، فانا باخد الريزلت اللي جايه من الفانكشن بتاعه الابلود وببلغها للاوبجكت ترانسليت، بدل ما هو بيفترض الاسم بتاع الفايل دوت، فانا هنا هخليه ايه ياخد الريزلت ده بشكل دايناميك. تمام. وهاجي هنا برضو استعمل نفس عمليه الكاتشنج والتراي اند ايرور، وهروح للموديل ديريفيتيف موديل اللي عندي زي ما شفنا، وهقول له لو سمحت ترانسليت الاوبجكت دوت. وبعدين كده احنا انتهينا من الريكوست الاولاني اللي هو الخاص بالاوبجكت ترانسليت. هيبتدي عندي الريكوست الثاني اللي هو خاص باوبجكت ترانسليتد. هل حضرتك الاوبجكت ده اتعمل له ترانسليشن ولا لا؟ هبتدي بنفس التفاصيل، اعمل ستاتيك كونستراكشن للاوبجكت اي دي، تمام؟ وهبتدي ان انا اعمل لوب عندي او فور لوب، شغلتها ان هي هتروح وتطلب المعلومات الخاصه بالاوبجكت دوت، وتدخل جوه المعلومه دي في البارامتر اللي جواه اللي اسمه بروجريس، وتقول له هل هو كومبليت او لا. لو كومبليت ريتيرن، اعمل ريسبونس بان الستاتس بتاعته كومبليت. لو الفانكشن ديت ما نجحتش، تمام، اعمل تايمر، والتايم ده هتريتراي بعد 5 ثواني، وتبتدي تعمل اللوب مره ثانيه. لما العشر مرات جوه اللوب يخلصوا والريسبونس ما خلصش وما اتبعتش هنا بالسكسس، هيوصل للريسبونس هنا اللي هيرجع ان الستيتس بتاعه الترانسليشن دي فيلد او انكمبليت. تمام كده معايا؟ طيب هنبص بقى ازاي هذا الكلام ينفذ. تمام؟ فهنبتدي نعمل مع بعض التو كوماندز عندنا بالترتيب. الاول هنستعمل السي او ار ال زي ما شفنا، لو سمحت يا استاذنا روح واعمل ايه؟ واعمل ترانسليشن. تمام؟ لا حضرتك انت ما خدتش الاوبجكت، كوبي وارجع هنا واقول له. طيب هنرجع هنقول له هنا احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا احنا عملنا الابلود اوبجكت، المره دي هنقول له الكوماند اللي بعديه اوبجكت اندرسكور ترانسليت. تمام كده هو احنا بعتنا الريكوست اهو بتاعنا، الريكوست بتاعنا بقى له ريزلت سكسس، واليو ار ان هنشوف نفس اليو ار ان اللي هو الايه اللي اتحول من النيم بتاعه للبي 64، والاوبجكت اكسبت ده هو الديتيلز بتاعته انه تايب واس بي اف، وان هو بيقبل ال 2 دي وال 3 دي زي ما شفنا عندنا في الايه في الفانكشن بتاعتنا. طيب هنقرا بقى المعلومه بتاعت اوبجكت ترانسليتد ديت ازاي. هنروح هنا تاني وهنقول له لو سمحت بقى هل اعمل لي بقى ايه الاوبجكت ترانسليتد، ولكن هناخد بالنا ان احنا نقول له لو سمحت الامر ده اطلبه بالفيرب جيت. تمام؟ هنلاقي ان احنا العمليه فعلا اتنفذت ونجحت والستيتس بتاعتنا رجعت كومبليت. يبقى بالمعنى ده انا كده قدرت ان انا اعمل باكت جديده عندي جوه الفورج سيرفيس، ان انا اعمل ابلود لفايل عندي من السيرفر اللي موجود عندي في النود جي اس، واخد الفايل دوت انقله على الفورج سيرفيس، واخد الفايل ده ابتدي اعمل عليه عمليه ترانسليشن، واروح ادور جوه الديتيلز بتاعه الفايل دوت اللي احنا بنسميها المانيفست، واتاكد ان الترانسليشن كومبليتد سكسسفلي. تمام. بكده تقريبا نبقى انتهينا من زي ما بنسميها الايه على كل الفانكشنز اللي موجوده معايا جوه اللي موجوده معانا جوه الايه جوه الفورج اي بي اي. هنبتدي بقى نشوف ازاي نعمل الفورج فيور وازاي نستعمل الفورج فيور عندنا. تمام. فاول حاجه هنعملها هنروح على الامر، خليني اقفل بقى كل الفايلز اللطيفه ديت. تمام. وهنفتح ستارت معانا. تمام كده. وعند الكود الجزء دوت هنا. تمام. هنقول له كمان زي ما عملت لنا الفيو انجن اللي احنا شفنا فيه
الفايل دوت كمان هتعمل لنا حاجه جديده اللي هي عباره عن الاستاتيك اتش تي تي بي سيرفنج، بمعنى ان انت لو سمحت لما يجي لك ريكوست استاتيك روح للفولدر بتاع بابليك ودور على ايه الكونتنت اللي موجوده جواه. طيب فين بقى الفولدر بتاع بابليك دوت؟ هنعمل له كرييشن مع بعض وهنقول له نيو فولدر وهنعمل بابليك فولدر. ده معناه ايه؟ معناها ان المحتوى اللي جوه الفولدر ده هيتعمل له رندر كستاتيك كونتنت. طيب ليه ستاتيك كونتنت؟ ده معناها ان الكونتنت اللي جوه الفايل دوت مش هيتعمل له اي بروسيسنج. يعني لو تفتكروا احنا ايه الاندكس دوت اي جي اس ده عملنا له كونفرجن من ايه؟ من صيغه الاي جي اس للصيغه اللي هي الايه بتاعه الاتش تي تي ام الاتش تي ام ال العاديه. هنا هنبتدي نبعت ملف اتش تي ام ال عادي ما فيهوش اي كونتنت ستاتيك، تمام؟ وهنبتدي نعمل جوه البابليك دوت فايل جديد عندنا وهنسميه viewer.html، وده معناه ان الكونتنت اللي جوه الفايل ده عباره عن HTML عادي جدا ما فيهوش عندي اي حاجه سبيشال او اي حاجه السيرفر عندي هيعمل لها conversion او processing. وهرجع واعمل بيست. طبعا ده اكبر فايل عندنا عملنا له بيست دلوقتي لان هو الفايل ده الكونتنت بتاعه موجود عندنا في الفورج دوكيومنتيشن، تمام؟ بالشكل دوت. هو عباره عن HTML بيج عاديه فيها هيد. الهيد دوت بقول له لو سمحت تروح هات لي الستايل شيت او السي اس اس فايل الخاص بالفيور من اللوكيشن بتاعه، واللوكيشن ده موجود معانا في الفورج سيرفيس، تمام؟ وهات لي الجافا سكريبت بتاع الفيور 3 دي اللي هو موجود جواه المحتوى بتاع الفورج فيور. طيب الفورج فيور زي ما قلنا هو عباره عن الجافا سكريبت لايبرري اللي بتقرا ملف الاس في اف من الفورج سيرفر، تمام؟ او الفورج ويب سيرفيس وتعرضها لنا جوه البراوزر، تمام؟ وهنبص ازاي هي بتعمل كده. هنضيف شويه ديتيلز بسيطه للستايل، ان انا بعمل اوبجكت معايا او يعني بعمل مارجنز بشيلها من البادي، بعمل ديف تاج عندي هنا، تمام؟ والديف تاج دي بديها ان هي كل الكونتنت بتاعي وكل الويتس والهايت وملهاش مارجن، تمام؟ وبكده ابقى تقريبا انهيت الايه الهيد اللي معايا او اللي هو الجزء الاولاني. ويبتدي بقى البادي اللي بحط فيه ال HTML tags اللي هتظهر معايا جوه الفيور، ببتدي معايا بامر الديف، تمام؟ اللي بقول له لو سمحت اعمل لي بوكس، البوكس دوت او الديف تاج دي سميها فورج فيور. ولو تفتكروا الفورج فيور احنا لسه معرفين ان ده الستايل بتاعها جوه الستايل تاج، تمام؟ طبعا انا اقدر اخد الجزء ده وانقله في ملف سي اس اس منفصل، ولكن نظرا لان الفيور صغير قوي معايا فانا مش محتاج ايه اعمل التقسيمه ديت، تمام؟ ولكن انا همشي مع البادي، هعمل الديف تاج، وبعدين هبتدي اعمل سكريبت تاج. السكريبت تاج ده جواها عدد او جزء من الكود اللي هيبتدي يتنفذ وانس ان البيج دي اتعمل لها لودنج، تمام؟ اول واحد فيهم بيعمل البارامتر باي نيم. البارامترز دي هي هنبص عليها واحنا بنبتدي عمليه الرننج بتاعنا، تمام؟ والهدف منها ان هو يجيب الاتريبيوت اللي بتروح الفورج فيور من اليو ار ال، تمام؟ يعني مثلا انا لما بروح للموقع بتاع اوتوديسك هلاقي ان الكود ده مقسوم عندي اليو ار ال ده مقسوم عندي لكذا جزء. الجزء الاولاني اللي هو البروتوكول، الجزء الثاني اللي هو قبل اول سلاش هو ده السيرفر نيم، بعد اول سلاش هو الراوت بتاعي. لو تفتكروا زي ما احنا عملنا في السيرفر هو ده الراوت بتاعنا اللي هو سبورت اوتوكاد. لو جيت على اخر اليو ار ال بتاعي وحطيت كويشن مارك وقلت له مثلا var 1 equal yes، ده معناها ان هيروح بارامتر جوه الصفحه دي جوه الجافا سكريبت بتاع الصفحه دي باسم var 1 والكونتنت اللي جوه var 1 دي هتبقى yes، تمام؟ فشغله الفانكشن دي معانا ان هي
تجيب البارامتر ده بالاسم بتاعه من الفول يو ار ال اللي بيجي للصفحه ويجيب لي الايه الفاليو بتاعته. تمام كده؟ طيب الجزء الثاني عندي بيبتدي يتعامل مع الفيور اوبجكت اللي موجود جوه الفانكشن معايا او اللي موجود جوه اللايبرري بتاعه الفورج فيور اللي احنا ايه عرفناها هنا. تمام؟ فهبتدي اعرف فاريبل فاضي وهبتدي ادي له اوبشنز. الاوبشنز دي بتقول له ان انت هتكلم البرودكشن انفايرمنت اللي هي الانفايرمنت العاديه بتاعتنا، وان هيروح يكلم الاي بي ايز اللي جايه من ديريفاتيف فيرجن 2 ودي اللي هي برضو الديريفاتيف فيرجن الحالي معانا. والاكسس توكن هتروح تجيبه من البارامتر اللي اسمه توكن. تمام؟ طيب تاني حاجه هتبتدي تعمل انيشاليزنج للاوتو ديسك فيور اللي موجود عندنا في الكلاس اللي باسم autodesk.viewing، وهتبتدي تنفذ الفانكشن بتاع الانيشاليزر اللي هو هيستارت الفاريبلز وهيجهز الفيور ده ان هو يشتغل معانا بالشكل المظبوط. تمام؟ فهيبتدي ياخد الاوبشنز، الاوبشنز دي احنا اللي عرفناها له اهي فوق الاوبجكت دوت، وهيبتدي ينفذ الفانكشن دي مع بدايه عمليه الانيشاليزيشن. شغلتها ان هي بتروح تجيب انهي ديف تاج الفيور هيستحوذ عليها وهيبتدي يرسم جواها التول بار بتاعه والكونتنت بتاع الاوتوكاد فايل بتاعنا. تمام؟ وهيبتدي برضه هو كمان يعمل فاريبل جديد للفيور اللي احنا عملنا له ديكلير هنا. هيبتدي ان هو يقول لو سمحت للاوتو ديسك فيوينج جي او اي فيور 3 دي انيشاليز جوه الايه جوه الاتش تي ام ال ديف تاج ديت. تمام؟ و حط لي النتائج بتاعه الستارت دي في الايه في الفيور اوبجكت، وبعدين شوف لي بقى الستارت كود ديت مع الفانكشن بتاعت الستارت. تمام؟ وقول لي هل الفانكشن دي ستارتد كود بوزيتيف او نيجاتيف. لو هي بوزيتيف يبقى في فيلير حصل، فهتقول له فيلد تو كرييت ا فيور. غالبا عندنا مشكله في البراوزر ان الويب جي ال مش سبورتد بشكل صحيح. تمام؟ فان لم يكن هتقول لي في الكونسول ان الانيشاليزيشن ده كومبليت، انقل على الخطوه اللي بعديها. ايه هي الخطوه اللي بعديها؟ ابتدي بقى خد الدوكيمنت اي دي من خلال البارامتر اللي اسمه يو ار ان. تمام؟ واطلب من الاوتو ديسك فيوينج الدوكيمنت ان هي تعمل لود للدوكيمنت اي دي ده. تمام؟ ويكون جواها لو نجحت هتنفذ الفانكشن دي، ولو فشلت هتنفذ الفانكشن دي. فلو نجحت هتدخل جوه الفيور اللي اشتغل معانا او الدوكيمنت اللي اتحملت. لو تاخدوا بالكم هنا احنا عملنا دوكيمنت لود. تمام؟ فهيرجع الفيور دوكيمنت دي اللي هي اتعمل لها لودنج. تمام؟ وهيقول له لو سمحت جيت الديفولت جيومتري، اقرا اول فيوبل جوه الموديل، ولو ما نجحش اديني ايرور على الكونسول. تمام كده؟ طيب يبقى انا كده هعمل ايه؟ عمليه السيف بتاعتي. تمام؟ وهعمل كمان السيف هنا، وهعمل الريستارت بتاع الفيور بتاعي. تمام؟ طيب بكده انا جهزت الكلاينت سايد كود، ودي واحده من النقط اللي موجوده معايا جوه الايه جوه الـ جوه النود جي اس بالذات، لان النود جي اس عندنا مش بتهتم او يعني بتقدر تقرا الجافا سكريبت اللي في المعتاد ما بتقريش غير جوه البراوزر، هي بقى بتقراها جوه السيرفر انفايرمنت. فده بيبسط عندي الكود كرييشن، لان هو بالنسبه لي بقت ايه لانجوج واحده وسينتاكس واحد. اول ما فهمت بقى ان الكلاس بيشتغل بالطريقه ديت جوه الجافا سكريبت، قدرت ان انا بكتب الكود عندي في الكلاينت سايد في الاتش تي ام ال بيج، واقدر كمان ان انا اشوفه عندي في الايه في السيرفر سايد. طيب البيج اللي موجوده عندي في بابليك، تمام، انا دلوقتي عايز ان انا اعمل لها ايه ان انا اقراها. تمام؟ فبالفانكشن دي بتقول له لو سمحت لما تجي لك ريكوست على بيج جوه البابليك اقراها من الفولدر ده واشتغل عليها. من برضو الحاجات ان انا هنا مش بقول له public slash viewer، يعني لو قلت له public slash viewer dot html مش هيتقرق معانا، هيقول لي والله انا مش عارف ايه المعلومه دي. انما لو شلت البابليك معايا وقلت له انتر، هلاحظ ان انا دلوقتي بقى في عمليه لودنج بتحصل
زي ما احنا شايفين التول بار بتاع الفورج فيور موجود، ولكن ما حصلش او ما تحملش عندي حاجه. ليه ما تحملش عندي حاجه؟ لان انا ما اديتش الفيور ده اي بارامترز هنا. لو دوست او قلت له هنا جوه الايه، جوه البيج عندي، وقلت له لو سمحت يا استاذنا افتح لي الديفلوبر تولز، تمام، هلاقي ان انا عندي اهو السورس كود بتاع الفيور رجع لي، تمام، اقدر ان انا ابص عليه، تمام. ده نفس الكود لو انتوا ملاحظين، هو تقريبا نفس الكود اللي ايه اللي جالي من الفايل اللي موجود جوه الايه اللي موجود جوه النوت سيرفر، تمام. طيب ده مشكلته ايه؟ مشكلته ان انا ما اديتلوش البارامترز اللي تخليه يرجع. طيب هديله بقى البارامترز ازاي؟ انا هعمل كمان صفحه ثانيه تنفذ بقى الاوامر دي كلها بالترتيب. بالمناسبه انا لو رحت هنا وقلت له توكن ايكوال، تمام، ورجعت عندي جوه الجافا عندي هنا، فتحت التيرمينال قلت له لو سمحت نيو تيرمينال او فيو التيرمينال اللي موجود عندي، وقلت له الامر لو تفتكروا اللي احنا ابتدينا منه اللي هو كان ايه، جيت اكسس توكن اهو اللي هو الخاص بالاوثنتيكيت اللي احنا بنبتدي منه اول مرحله عندي، تمام. و خدت التوكن دوت ورجعت خدت اليو ار ان دي، تمام، كجزء من الاتريبيوت. الكود المفروض يشتغل، بس طبعا انا مش هحاول او اطلب من اليوزر عندي ان هو يعمل الايه الفانكشناليتي ديت. يعني انا لو قلت له هو ده اللوكال ايه اللوكال بتاعي، وقلت له لو سمحت احنا عندنا الايه الاو اوث توكن، تمام، هقدر ان انا اشوف هنا التوكن لو انتوا شايفينها معايا. طبعا الايه الكلام مش واضح، ولكن انا اقدر اضيف له التوكن هنا، تمام، وقلت له and، تمام، يو ار ان ايكوال، تمام، ورجعت بقى الفانكشن اللي كانت ايه خدت او ادتني اليو ار ان بتاعي، وقلت له لو سمحت بقى ايه ادت كوبي التكست ده، تمام، ورجعت هنا ورحت عند اليو ار ان وقلت له بيست وقلت له انتر. المفروض ان الفيور زي ما احنا شايفين هنا ابتدى يحمل، وحمل الكونتنت بتاعتي جوه الفيور. بكده لو احنا شفنا ازاي نقدر ان احنا ناخد ملف عندنا من السيرفرز وننقله للفورج ونعمله ترانسليشن ونعمله الفيو. طيب طبعا انا مش هطلب من اليوزر ان لو سمحت بقى ايه روح اعمل لي الريكوست ده وبعدين روح نفذ لي الريكوستات دي كده بالترتيب، وخد الكونتنت ده اعمل لي كوبي وبيست عليه وبعدين تعالى هنا اعمل بقى الايه الكود بالمنظر دوت. لا، انا هيكون عندي فايل هيكون شغلته ان هو يعمل ايه، ان هو ينفذ الخطوات دي بالترتيب ويكلم الفانكشنز دي بالترتيب، تمام. هنروح عندنا للبابليك وهنقول له نيو فايل وهنسميه sample.html، تمام، والسامبل ده هنبتدي نحط فيه الكونتنت اللي معانا ديت. خلينا نقفل او خلينا نقفل ده خالص، تمام. اعتقد انا ما كبرتش الكونتنت مظبوط، مدام انا عندي ايه ما اتقفلش ب HTML tag. طبعا زي ما انتم عارفين بنبتدي ب HTML وبنقفل ب HTML. طيب يبقى انا هنا بيست. طيب الكود ده له شغلانه بسيطه جدا زي ما احنا شايفين، له هيد بسيطه فورج سامبل، له بادنج بسيط او كود بسيط نقدر ان احنا او ستايل بسيط خالص، شويه الوان في كلاسز هنستعملها بعد كده، وبعدين عندنا سته هيدرز كل واحد بستيتس وبكلاس بيقول لي كل خطوه احنا هننفذها مع بعض عامل ازاي، واخر حاجه عندنا لينك اللي هو الاي بادي او الاي اوبجكت، وان هو ده هيدن دلوقتي، تمام. وهنبتدي بعد كده نشوف ايه السكريبت بتاعنا هيبقى شغلته ان هو يروح
على start sample ويروح لكل function ويقول لها لو سمحت ايه اعرفي لي او هاتي لي الفاريبلز ديت الكل اوبجكت موجود عندي جوه كل هيدر خزنيه لي في الفاريبلز دي وبعدين تعالي بقى جهزي اعملي ديكلير للاوبجكتس الفاضيه اللي هو الاكسس توكن والاوبجكت يو ار ان. ابتدي في اول خطوه اعملي ريكوست ل او او توكن الامر بتاع فيتش ده موجود جوه الجافا سكريبت اعتقد بيلت ان دلوقتي في الجافا سكريبت الجديد بتاعنا اللي هو الاي اس 6 السينتاكس الجديد وشغلته ان هو يروح يطلب الايه التوكن دي من الادرس دوت وبعدين ياخد الريزلت بتاعتها زي ما احنا شايفين يخزنها في جيسون 1 تمام من الريسبونس وياخد الاكسس توكن اللي جوه الايه الجيسون 1 ويعمل لوج يدخل على الستيب اللي بعديها يبتدي يعمل كرييت باكيت من خلال الميثود اللي هي بوست يبتدي الخطوه اللي بعديها يعمل ابلود اوبجكت من خلال الامر بوست يبتدي الامر اللي بعديه يعمل اوبجكت ترانسليت بالامر بوست زي ما شفنا بالترتيب كده وبعدين يوصل معانا للخطوه اللي بعديها اللي هي ستيب ان بروجرس ويقعد يلف حوالين الريكوست بتاع الاوبجكت ترانسليتد لحد ما يجي له ان الريكوست ده بتاعه ايه كومبليت تمام لا هو مش هيلف هو اللف بيحصل في السيرفر وهو بس مجرد ان هو هيروح لترانسليت ويستنى السيرفر يلف في الباك اند بتاعه ولما ينجح هيرجع ويقول له هل هو كومبليت او مش كومبليت وانس ان الخطوات كلها كومبليتد وما حصلش ثروينج الايرور هنا الكلاس الاخيره او الفانكشن الاخيره شغلتها ان هي هتاخد اللينك دوت بتاع الفيور تغير الاتش ريف بتاعه تدي له التوكن بتاعه وتدي له الاوبجكت يو ار ان اللي جالنا منين اللي جالنا من الجيسون السابقين اللي موجودين معانا هنا هنا الاوبجكت يو ار ان وهنا الاكسس توكن تمام فهنا عندي الاكسس توكن عندي اليو ار ان هجمعهم كبارامترز للتوكن او بارامترز قصدي لليو ار ال بتاع الفيور وهخلي الهيدن بتاع اللينك دوت فولز فده معناه ان اللينك ده هيظهر عندي في نهايه الترانسليشن وهنعمل سيف ونبتدي نشوف الكونتنت بتاعنا دوت عامل ازاي تمام هنرجع بقى للبراوزر معانا ونقول له sample.html وزي ما تفتكروا ده عباره عن معناه ان هو هيروح للفانكشن اللي هي بتاعه ايه الصفحه بتاعه السامبل ويبتدي يظهرها معايا عندي البتن اللي كان موجود خلينا نبص عليه تاني فوق عندي البتن هنا ده يمكن ما بتكلمناش عليه الاي دي بتاعه ستارت والاون كليك بتاعه ستارت السامبل دوت الفانكشن دي تمام اول ما هندوس عليه البراوزر هيبتدي يران الفانكشن ديت تمام وكل الكونتنت اللي جواها هتبتدي تتنفذ وهتشتغل معانا فهنبتدي بقى نبص عليها ونشوف بنعمل ايه هنقول له ستارت سامبل هنلاقي ان كل فانكشن دلوقتي راحت عملت الفانكشن الجافا سكريبت لونت الفانكشن بتاعتنا ديت ان هي بلو وهو شغال وبعد ما خلص راحت ملونه على انه بلاك ولو تلاحظوا ان خلاص ظهر معانا اللينك بتاع السامبل اول ما اعمل كليك عليه هتلاقيه ان هو اوتوماتيك وداني على الفيور اداني التوكن واداله اليو ار ان بشكل مظبوط تمام فظهر معايا الكونتنت بتاعه الفيور زي ما احنا شايفين الفايل دلوقتي انا اقدر ابص عليه اعمل كليك على اي element افتح اللاير واشوف كل اللايرز اللي جواه تمام وابتدي اظهر البروبرتيز اعمل كليك على اي element انا عايزه واشوف ان هو ده drawing title وان دي الكونتنت بتاعته وان دي الاتريبيوتس اللي موجوده طبعا دي حاجات جايه من الاوتوكاد اركتكتشر اي وود اسيوم او ان هي اكس داتا يعني اكستندد داتا اتريبيوتس موجوده معانا هنا مثلا ده ستاندرد لاين خالص ما فيهوش اي تفاصيل عباره عن مجرد الاي دي بتاعه والنيم اللاير اللاين تايب واللاين ويت والترانسبيرنسي بتاعه تمام يبقى احنا كده عندنا الفورج فيور زيه زي الريفت او زيه زي البيم 360 فيور بالظبط بقدر ان انا زي ما احنا شايفين هنا اعمل حتى هايلايت وفوكس واشوف التفاصيل بالمناسبه
الكود اللي في الملف بتاع الفيور ده اقدر بقى ان انا اتحكم في كل التفاصيل اللي احنا شايفينها دي، ان انا اقول له لو سمحت افتح لي الويندو دي او اخفيها او ما تظهرهاش معايا، وادخل معايا جوه الكونتنت وجوه اللايرز ووريني ايه اللي موجود جواها، ووريني جوه الموديل، واعمل لوك على الكاميرا لو انت عايز، تمام، وابتدي اعمل لي انيبل او ديسيبل للتول بار دوت. يعني انا كديفلوبر ببقى متحكم في الفيور 100% اكتر كتير جدا من انا كبيم 360 يوزر اقدر ان انا ايه اتعامل معاه، تمام. زي ما احنا شايفين هنا ده الجافا سكريبت كونسول بتاعنا، اقدر بقى ان انا ادخل جوه الفيور اوبجكت ده، اعتقد احنا اخر حاجه كنا مسمينه ايه فيور، تمام. ولو تلاحظوا الفيور ده عندي اهو الايه كاوبجكت، لو دوست دوت هتظهر لي كل الاوبجكتس اللي جواه وجوه الديتيلز، اقدر ان انا اختار مثلا الناف تولز وادخل جوه الاوبجكت واشوف ايه اللي موجود جواه وابتدي اديله انا اوامر، زي ان انا اد بوتن او اد كلاس او اد ايفنت ليسنر او كلين الليسنرز اللي معايا. الفيور عندي فيه فانكشناليتي كتيره جدا، ومن اقوى اللايبرريز اللي بتقدر ان انت تستعملها على الكلاينت سايد لل 3 دي فيجواليزيشن للبيم داتا بالمناسبه، تمام. في عندي شويه فاريبلز مثلا زي ال LMV فيور فيرجن، ده اللي بيقول لي انا محمل الفيور فيرجن كام. بالمناسبه دي من الحاجات الايه المفيده والمهمه، تمام. اللي بيبتدوا ان هم يبتدوا يكتبوا كود للفيور محتاجين ان هم يكونوا عارفينها. طيب الكود بقى اللي انا كتبته في ال HTML بتاع الفيور دوت جالي منين؟ لو انا دخلت جوه الفورج autodesk.com، تمام، وابتديت ان انا ابص على الفانكشن، اعتقد انه محتاج اعمل بس ساين اوت الاول لان هو ما بيرضاش يقرا لي الدوكيومنتيشن غير وانا عامل ساين اوت which is very strange، ولكن بدخل على الدوكيومنتيشن بشوف ايه الدوكيومنتيشن اللي متاح معايا، بدخل على الفيور ديفلوبر جايد. بالمناسبه هلاقي ان الكود اللي احنا كتبناه اهو بالترتيب، ده الجزء الاولاني بتاعه، تمام، ده الجزء الثاني اللي فيه اللي هو اللي احنا بصينا عليه ازاي اديله البرودكشن انفايرمنت والجيت اكسس كود وازاي اعمل انيشاليز، لو تفتكروا معايا اهو الكود الثاني بتاعي، تمام. والجزء الثالث عندي في الكود اللي هو الخاص بعمليه اللودنج اللي بياخد بقى دوكيمنت اي دي. طبعا هنا هو حاطط ايه دوكيمنت اي دي ستاتيك، احنا بناخدها من البارامتر ونبتدي نعملها لود، وعند السكسس بيبتدي ينفذ كونتنت معين، وعند الفيل يبتدي يدي الايرور. عند الكونتنت سكسس ده الكونتنت اللي هو بايه اللي بيظهر معايا، وهنا عند الفيل ده اللي موجود. طبعا احنا هنا بقى بنقدر نكمل مع بعض ازاي بقى نستفيد من الفيور دوت، زي مثلا ان احنا نعمل له اكستنشن، والاكستنشنز دي هي الطريقه اللي احنا بنبيلد بيها الكود بتاعنا، تمام، وناخد الكونستراكشنز او ناخد الانستراكشنز اللي موجوده اللي انا هبتدي اكلم بيها الفيور، زي ما قلنا ان انا ابتدي ابيلد بوتن او ان انا اعمل كلين اب لللوكينج للفانكشن اللي احنا عاملينها هنا ايه امبلمنتيشن، تمام، بالشكل ده، واعمل له ايه عمليات التستنج. ابتدي كمان اريسبوند للايفنتس، زي ان انا اقول له لو سمحت لما السليكشن يحصل له تشينج اعمل ريسبوند للاكشن دوت، تمام. فابتدي اقول له ايه لو سمحت انت كراجل لطيف لما السليكشن ده يتغير نفذ الفانكشن ديت، وده الكونتنت اللي جواها، ان هو يروح جوه الفيور يجيت السليكشن ويبتدي يعمل عليه الفانكشناليتي ديت. خلونا ناخد الحته دي كود لطيف معانا ونقول له كوبي ونرجع للفيور، تمام، معانا، ونقول له لو سمحت افتح كل اللايرز عشان نشوف احنا ايه بنكلم مين، ونعمل سيلكت الاليمنت زي ما انتم شايفين اللاين معانا هنا، تمام. لو انا جبت وقلت له هنا بيست هيقول لي ان الفيور هنا عامل سيلكت دلوقتي الاوبجكت، والاوبجكت ده الاي دي بتاعه 561، تمام، وان هو له ايه اللينت بتاعه. لو انا اخترت
اوبجكت تاني وقلت له الفانكشن دي تاني مره كمان، هلاقي ان الاوبجكت اي دي ده اتغير. لو انا اخترت الاوبجكتس دي مع بعض، دوست الايه الشيفت كده ورحت مختارهم كلهم، او اخترت الكونتنت اللي جوه لاير كامله تمام ورحت هنا وطلبت الكود تاني، هلاقي ان انا محتاج الاول ان انا اعمل سيلكت للاوبجكتس اللي معايا تمام، وارجع انفذ الكوماند تاني، هلاقي ان انا بقى عندي اري فيها الاي ديز ديت. طبعا انا بقى عندي بالشكل ده عندي بقى جوه الفانكشن ديت ان هي بتدخل جوه الايه جوه الفيورز دي وتقرا الكونتنت اللي جوه المحتويات ديت وتبتدي تشتغل عليها اون سيلكشن، ابتدي بقى اشتغل ووريني الكونتنت اللي موجود معايا، زي ان هو هنا يقول لي ايه ان هو انهي ايتم سيلكتد او عددها كام والتول اللي كرنتلي سيلكتد جوه النافيجيشن عامله ازاي تمام. طيب بكده نبقى احنا الحمد لله انتهينا من اولى محاضرات او يعني تاني محاضرات الاوتوديسك فورج انترودكشن، اللي كان هدفنا ان احنا نبني اول لايف او رانينج سامبل لينا. طيب بالنسبه للي تابع الاكسكيوشن عندنا وحابب ياخد نسخه من الكود اللي احنا كتبناه، انت ممكن تدخل معايا على الموقع الخاص بالجيت هاب دوت كوم تمام، وتدخل على الجيت هاب ريبوزيتوري بتاعي مكتوب احمد داش هشام تمام، احمد بالاي اي اتش ام اي دي دوت داش هشام تمام، وهتلاقي ان كل الكود اللي احنا كتبناه موجود معانا في اللايبرري اللي اسمها فورج توتوريال توتوريال داش نود جي اس تمام. اللي حابب يبص على الكود نفس الكود اللي احنا كتبناه مع بعض اوكي، لو دخلت جوه السامبل هتلاقي الاوامر بتاعتنا، ملف الدي دبليو جي اللي احنا حملناه، لو بصينا معانا جوه البابليك هتلاقي معانا ملف ال sample.html والviewer.html، يعني كل الكود بيز اللي احنا كتبناه تقدر ان انت تروح على الامر بتاع الكود تعمل له كلون لو انت حابب، او تعمل له داونلود الزيب فايل عشان تتعامل معاه تمام. وتقدر ان انت تبص على الكونتنت اللي احنا كتبناها وهي جاهزه، يعني تقدر تاخد الكود دوت تعمل له كلون او تعمل له داونلود وتشتغل عليه، وتقدر ان انت تجربه في الماشين بتاعتك على طول. التوتوريالز عندنا ثلاثة توتوريالز ثانيه بالمناسبه ممكن كمان ان انت تبتدي تجرب عليها. الفورج توتوريال هو نفس التوتوريال بتاعنا ولكن مكتوب بلغه روبي اون ريلز، مش مكتوب بلغه النود جي اس، وقديم شويتين، فهو لطيف وشغال معانا اللي هو الفور سامبل دوت، ولكن الفيور فايل اللي موجود عنده جوه البابليك تمام هتحتاج ان انت تغيره من السينتاكس القديم لسينتاكس ابديت. المور انترستنج بالنسبه لكم غالبا هيكون النود جي اس بيم 360، والوظيفته ان هو بدل ما هو يعمل ابلود للفايل على الفورج بلاتفورم بنفسه، هيدخل ويعمل اوثنتيكيشن جوه البيم 360 ويقرا ايه الهابز او ايه الاكونتس اللي موجوده عندي، ايه البروجكتس اللي موجوده عندي، ايه الفولدرز وايه الفايلز، ويعرض لي منها الفايل اللي انا موجود عليه تمام. وده بيعمل ريد للايشوز اي بي اي، يعني يقدر يدخل ويجيب لسته بالافيلبل ايشوز تقدر ان انت ايه تتعامل معاها وتستفيد منها برضو تمام كده. طيب بكده نبقى انتهينا النهارده. هل في اي اسئله اي حد حابب ان هو يقولها، حد عايز يقول تعليق، اعمل انميوت ونتكلم سوا. احنا بالمناسبه خلاص الوقت معانا خلصان، ولكن اللي حابب ان هو يستمر معانا شويه في الجزء الاخير بقى من المناقشه، اهلا وسهلا بيه.
تمام، عظيم. طيب اعتقد كده برضو مفيش حد. في سؤال بس يا باشمهندس، في سؤال، هل ينفع نشتغل بالسي شارب او البايثون؟ طبعا طبعا، زي ما قلنا الفورج بلاتفورم او الفورج اي بي ايز هو عباره عن مجموعه ويب سيرفيسز، يعني انا بكلمها باي لغه. لو نرجع للمحاضره الاولانيه بتاعتنا او النص الاولاني من محاضرتنا الاولى، هنفتكر ان احنا قلنا ان اي لغه اكتف نعرف نكتب بيها سيرفر بيزد كود نقدر نستعملها. السي شارب واحده من اللغات منتشره جدا ومشهوره قوي، البايثون لغه جميله انا شخصيا ابتديت اذاكرها يعني من فتره قليله، انا متاخر فيها، كان المفروض ابتدي من 12 سنه تقريبا، ولكن يعني ايه على بال ما خدت القرار. اي لغه انت بتكتب بيها باك اند كود تقدر انك تستعملها. الريكويرمنت الوحيد للجافا سكريبت هو الفيور، الفيور علشان بيشتغل جوه البراوسر، فمش البراوسر ما بيقبلش لغات تانية غير الجافا سكريبت بالمناسبه. هو تكنيكالي هو بيقبل، ولكن من خلال حاجه عندنا اسمها الويب اسامبلي لانجوج، وتقريبا ما فيش وايد سبريد ادابشن ليها لحد النهارده، يعني عشان برضو من ايه يعني ما نقولش معلومه تكنيكالي مش صحيحه. تمام، طيب. طيب لو انا حابب اشوف الكود بيز او الكود سامبلز اللي باللغات التانيه ممكن اعمل ايه؟ اعتقد احنا ممكن نقول ان احنا عايزين الاوتوديسك فورج. لا حضرتك، ايوه في الهب، لا هو ده تطور عندنا. لا حضرتك انا مش عايز اون احمل شيء، عايز نقول جيت هاب. تمام، وهنلاقي معانا لايبرري مهمه جدا من السامبلز والكودز، هي الفورج بلاتفورم اللي هي داش اوتو داسك او سلاش اوتو داسك داش فورج، فيها اكتر من 101 ريبوزيتوري. عايز تكتب بالسي شارب هتبص هتلاقي عندنا اكتر 32 ريزلت مكتوبين بالسي شارب، لو حابب ان انت تبص على الجافا هتلاقي سامبلز مكتوبه بالجافا، عندنا هنا 4 سامبلز. عايز تبص على البايثون عندنا 2 ريزلتس مكتوبين بالبايثون. تمام، فتقدر ان انت تبتدي من خلال السامبلز ديت. الريسورس ده بالمناسبه من اهم واقوى الريسورسز اللي احنا كلنا بنتعامل بيه وبنتعلم منه، وبندخل ونبص على الكود اللي موجود جوه الفانكشن ونبتدي نفهم اكتر ونتعامل مع السورس ماتيريال بتاعنا. تمام، عندنا سامبل تاني هو learn forge.autodesk مش .com.io. تمام، learn autodesk ده عباره عن التوتوريال تقريبا شبيه جدا باللي احنا استعرضناه مع بعض. تمام، ولكن احنا يمكن استعرضنا التوتوريال الاولاني اللي هو view your models، ولكن الريزلتس مختلفة شوية لأن هو بيعتمد في الجافا سكريبت بتاعه على الفانكشن الخاصة بالبوت ستراب اللي هي الستايلنج لايبرري. تمام، أو السي اس اس لايبرري، فبتخلي شكل الكود بتاعنا أحلى شويتين. تمام، ولكن بيخلي قدرتنا على فهم الفلو بتاع الكود نفسه أصعب شوية. تمام، هنلاقي تقريبا ان نفس الخطوات اللي احنا عملناها هي اللي موجوده هنا، الكرييت السيرفر اللي احنا عملناه الاسبوع اللي فات على الفورج سيرفيس، امر الاوثنتيكيت اللي احنا استعملناه، الاوبن اوث توكن، ابلود او اس اس اللي هو الكرييت باكيت وجيت باكيتس وابلود، وترانسليت ذا فايل اللي هي نفس العمليه اللي اتعملت معانا على الموديل دريفاتيف، وبعد كده شو ان فيور. وهنلاقي بقى وده الاختلاف ان احنا الكود دوت احنا شفناه النهارده وكتبناه مع بعض بالنود جي اس، في منه فيرجن للنود جي اس، وفي منه نسخه دوت نت كور، وفي منه نسخه جافا وبي اتش بي. السامبل الثاني يمكن اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في الجيت هاب اللي هو شغلته بيعمل الاكس للبيم 360 زي ما احنا شايفين، بدل ما هو بيفتح باكيت ويحط عليها فايل، هنا بقى بيشوف الاكونتس البيم 360
البروجكتس الفولدرز بيدخل جوه فايل يفتح الفيرجنز ويقرا الكونتنت اللي جوه الفايل ده تمام. يبقى احنا هنا شفنا موديل مختلف شويه بيعتمد على اللوجن بتاع اليوزر بتاعنا. يبقى عمليه الاوثرايز دي بدل ما هي بتكلم الابلكيشن فهي بتكلم البيم 360 سيرفيس. عندنا كمان الفيور اكستنشنز اللي الوظيفه بتاعتها ان هي تعرفنا بقى الايه ازاي نعمل هاندلنج اهو مثلا عمليه هاندلنج الاكسبشن ازاي هنكتبها في الكود معانا التول بار سي اس اس ازاي هنعمل تول بار عندنا ازاي هنعمل امبلمنت للفانكشن. زي ما احنا شايفين هنا التول بار ظهر فيه فانكشن. الفانكشن دي لما بكليك على اي اليمنت وبدوس على التول بار دوت بيظهر لي هنا فانكشن بتقول لي ان انا ايه دي الاوبجكت السلكتد تمام. هنا مثلا عندنا ان البانل ديت نغير السي اس اس بتاعها بشكل مختلف من ان هي فانكشن لان هي لود بانل زي ما احنا شايفين هنا. فاي بانل انا عندي كونتنت اقدر ابنيها بنفس الطريقه اللي زي الفورج فيور ولكن انا بقى اللي بحط الكونتنت جواها تمام وهكذا. انا عندي عدد كبير من السامبلز اللي اقدر استفيد منها زي ما شفنا عندنا الجيت هاب ريبوز بتاعتنا واللينكس اللي موجوده معانا. دي ريسورسز مهمه قوي نقدر نستفيد منها طبعا بالاضافه للريسورس الاهم معانا او الرئيسي وهو الدوكيومنتيشن بتاع الفورج بلاتفورم اللي نقدر من خلاله ان احنا نبص على كل اي بي اي عندنا ونقدر ندخل جوه الفورج جايد ونقدر حتى نبص على البريفيوس فيرجنز لو احنا بنكتب وظهر فيرجن جديد من الاي بي اي دي وعايزين نحافظ على الاتريبيوت بتاعها او نحافظ على الدوكيومنتيشن اللي موجود معانا عليها تمام. هل في اي اسئله ثانيه معانا؟ انا تمام اشكرك تمام استاذ الله يكرمك الف شكر استاذ شكرا لك. طيب اعتقد في استبيان في النهايه حطيناه صحيح موجود معانا على على الشات بوكس ممكن يعني تنورونا بالريبلايز بتاعتكم تمام. شكرا جميعا ليكم وشكرا لحضوركم معانا النهارده ونشوفكم ان شاء الله المره القادمه. احنا بكده انتهينا من المحاضرات الخاصه بمقدمه الفورج. لو حابين محاضرات اضافيه ليها برضو نفس المحتوى تقدروا برضو تتواصلوا مع فريق عمل بيم اريبيا وقولوا لنا ايه اللي انتم بقى تحبوا ان احنا نقعد نجربه مع بعض. بس المره دي هنبقى فاتحين يعني ايه انتر اكتيف سيشن ونجرب مع بعض الكونتنت او الكود اللي انتوا حابينه يعني تمام. شكرا لكم جميعا نتقابل على خير باذن الله.